بدأنا في حصادنا لهذه الليلة ونبدأه بمعايدتكم في عيد الأضحى. كل عام وأنتم بألف خير. نتوالى على تقديم حصاد الليلة. أنا نوار عاصم وأمين عبد. أهلا نوار، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير، أهلا بكم بحصاد الليلة. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى وسط سيابية عالية في تفويج ضيوف الرحمن. حج حمزة الحلقة الأضعف من بين الحجاج، إذا شوف الحج الكبير شلون تطلع الصور والوثائق مالته، من يلزم الحج الكبير تطلع بلاوي. الزاملي في متناول اليد، حج حمزة هو الحلقة الأضعف بين حجاج الروليت والمخدرات، ويكشف عن حج كبير وبلاوي تقف خلفه. ممكن أنه العائلة الصغيرة تدفع بعض الثمن ببعض الوقت، لكن العائلة الكبيرة أكيد تستاهل. العراقيون بين محتفل بالعيد ومنهمك بالاستعدادات، إلا رسل الصحافة والإعلام، عيدهم مع العائلة الأكبر. الجدل حول تعيين مفتشين بالهيئات يتصاعد، خبراء قانونيون يحذرون رئيس الوزراء من اغتصاب السلطة. نحن ورثنا دولة تمكينية، دولة تمكين حزبي، الحزب المؤتمر الوطني هو متحكم في كل مفاصل الدولة وترك وراءه ما يسمى بالدولة العميقة. ورثنا من البشير دولة عميقة قائمة على الفساد، يقول القيادي في قوى التغيير عمر لدخير، وينفي إصلاح النظام بطرق انتقامية. الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين في صبيحة عيد الأضحى. أهلا بكم إلى التفاصيل. تدفق حجاج بيت الله الحرام من شتى أنحاء العالم الأحد على مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، وتوافد الحجيج بملابس إحرام البيضاء على جسر الجمرات المؤلف من ثلاثة طوابق لرمي جمرة العقبة الكبرى وسط انسيابية عالية وإجراءات مكثفة لتخفيف الزحام، ويقضي الحجاج في مشعر منى أيام التشريق الثلاثة 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج. وأكدت السلطات السعودية أن التدابير الأمنية سارت وفق المخطط لها، حيث أدى جميع الحجاج مناسكهم في ظروف ملائمة رغم حرارة الجو الذي رافقها سقوط أمطار لساعات عدة. هذا أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام. وقالت الهيئة في بيان أن عدد الحجاج بلغ 2,489,406 حجاج، منهم أكثر من 1,800,000 حاج من خارج المملكة، ونحو 635,000 حاج من الداخل، يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 76%. كما بلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1,385,234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الأناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1,104,172 حاجة. وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بأعداد حجاج العام الماضي، يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع 117,731 حجاً. وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأن المملكة رحبت بضيوف الرحمن من دون استثناء. وقال العاهل السعودي خلال استقبال قيادات أمن الحج في منى أن القطاعات العسكرية والأمنية أدت واجبها في خدمة الحجاج ووفرت لهم كل الخدمات ليؤدوا مناسكهم بكل أمن وطمأنينة. لقد حفر الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين
وقاصديهم الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدت واجبها مرات سبحانه ورحبت بضيوف الرحمن دون استثناء، وفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وأمن واطمئنانية. أنه العائلة الصغيرة تدفع بعض الثمن ببعض الوقت، لكن العائلة الكبيرة أكيد تستاهل. العراقيون بين محتفل بالعيد ومنهمك بالاستعدادات، إلا رسل الصحافة والإعلام عيدهم مع العائلة الأكبر. شهدت مدينة الأعظمية شمالي بغداد صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، حيث علت تكبيرات العيد وابتهل المصلون خلالها إلى الله عز وجل بأن يعم العراق الأمن والعدالة والاستقرار. ودعا مواطنون عبر الشرقية نزماً يتولون المسؤولية في العراق إلى إنهاء معاناة الشعب من تدني المستوى المعيشي والفساد الذي تسبب بعدم إعمار العراق وتطويره، كما استغرب مواطنون آخرون من بقاء آلاف المعتقلين خابعين في السجون من دون تحريك قضاياهم وإخراج الأبرياء منهم. نتمنى انه يوحدون صفوفنا ويحفظ هذا البلد ان شاء الله يا ربي. اي واحد اقول له انتم خنتوا الامانه، ما سويتوا البلد، ما عمرتوه، هسه كل شيء ما صار يا اخي. 15 سنه مو الاحتلال، شنو سوى؟ لقي لي مدرسه، بناء وشارع، كل شيء ما سوى. السجون مليانه بعدها، هاي المجرم ياكل عقابه والبريء طالع ليش مشلبين بيه. الاجواء زينه والحمد لله، والمصلين الحمد لله، وشكرا ندعي الله سبحانه وتعالى ان يغفرنا ان شاء الله ويرحم موتانا وشهدائنا العراق ان شاء الله. شنو نسمع اليوم؟ والله الامن والامان، بس الامن والامان ان شاء الله عن العراقيين كلها. المعتقلين الله يفرج عنهم ان شاء الله، المعتقلين هو يا ابرياكم الله يفرج عنهم ان شاء الله بجاه هذا العيد. اي والله ان شاء الله. والله حروح الاهالي والاحبه وعزائي ام ان شاء الله طلعات. بترجى اول شيء من رب العالمين، من ثم من هاي الحكومه مالتنا، عينها على الشباب، عينها على الشعب العراقي، يعني الشعب العراقي تعب هوايه. احنا اكثرنا احنا خريجين، يعني انا خريج من 2014 لسه لاكو تعيين، لاكو زواج، مستقبل ماكو للشباب. زين، فانا يعني على الشعب العراقي، لان بعد كافي صار فوق العشر سنوات احنا لسه كل شيء ماكو، يعني باقي الدول العربيه كلها وين وصلت واحنا لسه نفس الراحة بمكاننا. والله يسر أمورنا وفرج همنا وهم العراقيين كلهم، وخلص هالأمة من هالنقمة اللي احنا بيها إن شاء الله، كليتنا بخير إن شاء الله، ويسر على ولدنا وولادات أمة محمد. الله يعم علينا بالأمان بإذن الله، ويبعد الفاسدين عنا إن شاء الله. والله نتقى الله، بس يعني خاف من الله بهذا الشعب بهذا البلد، يعني مو أكثر. والله أتمنى العراق يصير بخير أول ما ويحفظ العراق، وشوية الحكومة شوية تنتبه على العالم، على المتقاعدين خاصة. صار لنا من 2007 على 300. وأدى أبناء محافظة بابل صلاة عيد الأضحى وسط أمنيات بأن يعم الأمن والأمان في جميع أنحاء العراق، وأن يعود النازحون إلى مناطقهم، خاصة المهجرين من أهل ناحية جرف الصخر شمالي المحافظة. في هذا اليوم الأقار عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأسمة التحايا والتبريكات إلى شعبنا العراقي وإلى المسلمين جميعا، وأتمنى من الله أن يوحد هذا الشعب ويجعل كلمته واحدة من أجل استقراره وازدهاره، ومن أجل الإسلام أن يكون دين الإسلام دين الوحدة ودين المحبة ودين التسامح، ونتمنى من الله أن يوحدنا بما فيه الخير. أجمل التهاني والتبريكات لعراقنا العظيم والأمة العربية والإسلامية مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا
وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والصحة والسلام، وأن يعود النازحين إلى مناطقهم. وبهذه المناسبة الكريمة نسأل الله الكريم أن يحفظ هذا الشعب، وأن يبعد عنه الأزمات، وأن يبعد عنه السوء والضرر، وأن يلم شمله بعدما مر به من مصائب، وأن يحفظهم وأن يجعلهم متماسكين، وأن يبعد عنهم الإرهاب. إذن رسل الصحافة، رسل الشرقية منتشرون اليوم في العراق لنقل أجواء العيد. نرحب الآن بضيفنا سيف عبد الوهاب مراسل الشرقية نيوز من بغداد. كل عام وأنت بألف خير سيف، ما الأجواء لديك؟ كل عام وأنتم ومشاهدي قناة الشرقية نيوز بألف خير. حقيقة اليوم الحدث الأبرز في بغداد هو فتح مطار بغداد الدولي أمام المسافرين، كما وعدت يعني وعد رئيس الوزراء بأن سيكون هذا اليوم هو أول يوم عيد الأضحى المبارك. اليوم بالفعل طبق هذا القرار من خلال السكرتير الخاص لرئيس الوزراء. اليوم يعني فتح هذا الشارع أمام المسافرين، يعني اليوم المسافر يعني يدخل مطار بغداد من خلال يعني تذكرة السفر من يعني من البيت وحتى صالة المغادرة. هذا كان اليوم هو الحدث الأبرز. يعني اليوم كان هناك استنفار أمني كبير يعني خلال يعني مرحلة أيام يعني قبل هذا الافتتاح. كان هناك يعني خطة وضعت من خلال رفع حواجز كونكريتية كانت في مداخل المطار، رفعت تقريبا ما يقارب 730 حاجز كونكريتي داخل المطار. الآن يعني هناك انسيابية للمسافرين في الدخول، يعني حددت هذه بأوقات يعني من السادسة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وستكون هناك مراحل أخرى بعد هذا الافتتاح. نعم نوار، ننتقل إلى أجواء العاصمة. اليوم كالعادة بغداد شهدت إقبال كبير للمصلين خصوصا في أوقات يعني مبكرة من فجر هذا اليوم عيد الأضحى المبارك، خصوصا المساجد الكبيرة التي أو الكبرى التي عادة ما تشهد إقبال المصلين وأداء صلاة العيد، كجامع أبي حنيفة النعمان الذي كنا متواجدين اليوم في هذا المسجد. حقيقة امتلأت باحة هذا المسجد وكذلك جميع الشوارع المصلين الذين توافدوا من أغلب مناطق العاصمة وينتظرون هذا اليوم بلهفة. ومن ثم يعني من خلال المقابلات التي أجريناها مع المصلين بعد انتهاء خطبة صلاة العيد، يعني كانت هناك أمنيات كثيرة على المستوى العام. يعني الأغلب ربما تحدثوا عن أن يعم الأمن والسلام وأيضا الاستقرار في جميع مدنهم، وكذلك أن يقضى على الفاسدين الذين أنهكوا البلاد وأيضا أتعبوا كل المواطنين الذين ربما لا يجدون يعني الأغلب أو ربما الذين لا يجدون مصدر للرزق والعيش الكريم بسبب فساد بعض الساسة الذين يعني أساءوا إلى العراق بحسب وصف المواطنين. أيضا من ثم بعد انتهاء صلاة العيد يعني تتوجه العوائل أغلب المصلين توجهوا إلى نحر الأضاحي. اليوم كان هناك إقبال كبير في ساحات بيع الأضاحي، وأيضا ومن ثم يعني العوائل لديها برامج خاصة. يعني كل هذا ربما هو نتاج لاستقرار أمني. نتحدث عن العاصمة بغداد، اليوم العاصمة لم تكن كالأعياد السابقة. اليوم في هذا العيد تميزت بفتح جميع الشوارع الرئيسية أو الشوارع التي كانت مقطوعة كالمنطقة الخضراء وشوارع تؤدي إلى مناطق كانت تشهد إقبالا كبيرا وزخما خصوصا في أيام العيد، يعني في جانب الكرخ وأيضا في جانب الرصافة. هذا الفتح ورفع هذه الحواجز الكونكريتية ساهمت بتخفيف الزخم. اليوم الحركة ربما بعد يعني أداء صلاة العيد يعني حركة يعني متوسطة، لكن خلال الساعات القادمة ستكون العاصمة أكثر خصوصا في أوقات المساء باعتبار أنه أوقات النهار هي تكون
أكثر حرارة ويعني أشد على المواطنين، وهناك رغبة المواطنين الخروج في أوقات المساء، وبالتالي اليوم الثاني والثالث والرابع بالتأكيد ستكون حركة أكبر للعوائل البغدادية التوجه إلى الأماكن الترفيهية والأماكن المخصصة للاحتفال. يعني الأماكن التي تعرف في أيام الأعياد هي متنزهة العاصمة كمتنزه الزوراء، وأيضا المراكز التجارية المتوزعة في جانبي الكرخ والرصافة. يعني المواطن ربما لا يجد سوى هذه الأماكن. يعني لو تسمح لي نوار، المواطن أو سكان العاصمة ينقسمون إلى أربع أقسام. هناك يعني طبقة غنية، الطبقة الغنية يعني ما يقارب ربما 30 أو 40 أو 50% يستطيعون السفر خارج العراق، وأيضا الطبقة المتوسطة الأغلب منهم ذهبوا إلى شمال العراق، والطبقة الفقيرة وما دون الفقيرة ربما تلجأ إلى هذه الأماكن لعلها تجد مكانا ترفيهيا لأبنائها لكي تقضي عطلة العيد. نعم سيف عبد الوهاب مراسل شرقي نوز من بغداد، شكرا جزيلا لك. الجدل حول تعيين مفتشين بالهيئات يتصاعد، خبراء قانونيون يحذرون رئيس الوزراء من اغتصاب السلطة. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى وسط انسيابية عالية في تفويج ضيوف الرحمن. نبقى في أجواء العيد، حيث تستعد دوائر كربلاء لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار خلال عطلة عيد الأضحى التي يصفها مواطنون بأنها استراحة مؤقتة من صخب السياسة والصراعات على المناصب. ودعا كربلائيون السلطات المختصة إلى الاهتمام بملف المتنزهات العامة والسماح لعدد أكبر من العائلات المتعففة بالاحتفال بأجواء العيد بكلف مقبولة. نبارك للشعب العراقي كافة ومناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، رب يكون هذا العيد عيد خير وبركة. طبعا الأجواء هنا في محافظة كربلاء أجواء جميلة جدا، لاحظنا العوائل أنه توجهت للمتنزهات والأسواق التجارية، وشفنا يعني العوائل استعدت لهذا العيد وهي تشتري الملابس وتروح للمدن للألعاب. نتمنى أنه يكون شوي يعني أكو اهتمام بموضوع المتنزهات مدينة كربلاء، يعني تكون متنزهة ومتنزهين وهي غير كافية. نتمنى يكون تطور بهذا الموضوع، شوفوا العالم الوسطى بموضوع المتنزهات ومدن الألعاب، لأنه هذا الشيء الترفيهي الوحيد يمكن للعوائل العراقية والعوائل الكربلائية أن تذهب إلى بأيام العيد. نهنئ العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى المبارك عامة، ونهنئ الشعب العراقي خاصة بحلول عيد الأضحى، ونتمنى أن يدوم علينا الأمن والأمان على بلدنا العراقي. شلون شفت كربلاء واستقبالها للعيد؟ والله الحمد لله وفوز زوار على كربلاء المقدسة بأعداد كبيرة في يوم عرفة، والحمد لله تمت الزيارة بأمان. إذن أجواء العيد مع مراسلنا في كربلاء فيصل الجراتي. فيصل أهلا بك معنا، حدثنا عن الاستعدادات لعيد الأضحى في المحافظة. نعم زملائي مساء الخير عليكم وعيدكم مبارك إن شاء الله. أحب أهنئكم وأهنئ يعني مشاهدي قناة الشرقية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا كربلاء هذه اليوم أمامكم زملائي، هذه صورة كربلاء اليوم. يعني كربلاء اليوم تحتضن الوافدين إلى هذه المدينة من أجل إحياء زيارة عرفة. يعني كربلاء بدت منذ الصباح الباكر بانتشار أمني مكثف على محاورها، يعني هناك تفتيش دقيق من قبل القوات الأمنية في السيطرات. لله الحمد لم تكن قطعات، ولحت هذه اللحظة نحن اليوم كاميرا الشرقية والشرقي نيوز تتجول داخل المدينة القديمة داخل مركز المدينة، وكما تشاهدون أنه هذه العجلات تدخل إلى المركز المدينة. طبعا زملائي هناك يعني دعوات ومطالب عدة من أهالي كربلاء والوافدين إلى محافظة كربلاء من أجل يعني استحصال موافقات أو فتح أكثر يعني منتجعات سياحية أو أماكن ترفيهية من أجل يعني إسعاد المواطن. طبعا اليوم كربلاء كما تشاهدون في هذه الصورة زملائي
يعني إن شاء الله راح يكون لنا جولة ولنا نعم. تغطية خاصة أيضا يوم غد، وسنوافيكم أكثر بعد بتغطيات خاصة، ونقول نعم لمشاهدين الكرام كل عام وأنتم بخير. فيصل القراطي مراسل شرقية نيوز من كربلاء، شكرا جزيلا لك. حج حمزة الحلقة الأضعف من بين الحجاج، إذا شوف الحج الكبير شلون تطلع الصور والوثائق مالته، من يلزم الحج الكبير تطلع بلاوي. الزاملي في متناول اليد، حج حمزة هو الحلقة الأضعف بين حجاج الروليت والمخدرات، ويكشفوا عن حج كبير وبلاوي تقف خلفه. كشف الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي بأن حج حمزة هو الحلقة الأضعف بين الحجاج الذين يديرون صلاة الروليت ومافيات المخدرات في العراق. أكد الزاملي لبرنامج في متناول اليد بأن هناك ما بين 6 إلى 7 حجاج من مافيات الروليت في العراق، أضعفهم حج حمزة، ويرتبطون جميعا بحج كبير. قال إنه في حال تم الإمساك به والكشف عنه ستحدث مصائب. أعتقد عندنا بالشرقية قلت إنه أكو حجي يدير كل هاي الصالات وهو البيج بوس، نفس حجي حمزة اللي تم اعتقاله لو حجي آخر. لا مو حجي حمزة، مو حجي حمزة، حجي حمزة الحلقة الأضعف من بين الحجاج. طبعا هم مجموعة حجاج، الحجاج دول بحدود 6 إلى 7 حجاج مرتبطين بحجي كبير، و حج حمزة تسلسل الأخير بين الحجاج بالمناسبة، الحلقة الأضعف. أكو حجاج أقوياء كلش، حجاج يعني هم المافيا الكبيرة، ذولا أهم من حمزة، وهم طبعا بعضهم صدرت عليهم أوامر القبض. كانت خطوة إيجابية الأخوة في أمن الحشد والأمن الوطني. إحنا تدري بالشرقية، يعني تكلمت قبل سنة شخصت الخلل، شخصت الخطر، أكو خطر على الناس. اولا عمليه غسيل اموال، ثانيا انحلال وتدمير للانسان. سيد بس يعني حضرتك رجل امني اكثر من كونك رجل سياسي، وانا ما نذكر انه انت سياسي، بس انت رئيس لجنه امن ودفاع وعلى الدرايه وضابط سابق. ما ممكن يصير عندي اني حسام صاله روليت وملايين الدولارات واغسل اموال وأسد أماكن ما أسمح لأحد يطبيها حتى لو الدولة، إذا ما كان عندي باور من جهة سياسية حكومية ما أعرف شنو هي، منو اللي يدعم ذولا ويرعاهم؟ طبعا هم ذولا، شوف إحنا يعني أنا أقولها من خلالكم، لو الحكومة الآن والمتمثلة برئيس الوزراء، وزير الداخلية، الأمن الوطني، المخابرات، إذا ما يتخذون خطوات سريعة ومتابعة هؤلاء وملاحقتهم وتحديد عملهم ونشاطهم، ستتحول هذه القاعات وهذه العصابات إلى عصابات ومافيات كمافيات التي في المكسيك. ليش هي ما متحولة؟ لا هسا هي بعتها بداية نمو من تسليح ومن تجهيز ومن ارتباطات داخلية وارتباطات دولية، بدت تشتغل بهذا الاتجاه، وأكو جهات ترعاها من خارج العراق وأكو جهات ترعاها من داخل العراق. هذا الزغير، الحج الزغير. لعد أنت إذا شوف الحج الكبير شلون تطلع الصور والوثائق مالته، من يلزم الحج الكبير تطلع بلاوي. أكو مجال يلزم الحج الكبير بعدين 100%. إذا أكو إرادة دولة، وإذا أكو عمل منظم وعمل حقيقي في الحفاظ على أمن واستقرار البلد والحفاظ على الوشائج العائلية والارتباطات العائلية، يجب أن يحتقل جميع هؤلاء. رفضت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية تصريحات رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حول وجود ضغوط سياسية تمنع إعادة النازحين، ووصفتها بأنها تبريرات مرفوضة، وقالت إن الحكومة هي من تنصلت عن وعودها في إعادة هؤلاء لمناطقهم. وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي في بيان أن حل ملف النازحين هو واحد من الأساسيات التي وعد بها رئيس الوزراء ضمن برنامجه الحكومي، وأن التبريرات بوجود ضغوط من أطراف سياسية تمنع عودة النازحين هي نقطة تحسب على شخص عبد المهدي، وتعطي انطباعا بعدم قدرته على التصدي للملفات الأساسية وتبعيته لرغبات أطراف سياسية معينة.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أقر في رده على سؤال للشرقية نيوز بوجود جنبة سياسية في ملف عودة النازحين لبعض المناطق. أقال عبد المهدي أنه لا ينكر بأن حتى التدقيق الأمني يستغل أحيانا سياسيا، وأن كل ذلك بحاجة إلى حوار بين أطراف مختلفة. قامت به الحكومة وتنوي القيام به لكي يعود النازح إلى داره معززا مكرما. هناك الكثير من المنازل مدمرة، بنى تحتية مدمرة، كل شيء مدمر في هذه المنازل. ما الذي تنوون القيام به لحل هذه؟ أعتقد تتفق معي الملف يصبح معقد عندما يكون سياسي، يكون سهل عندما يكون تقني أو فني أو حتى مالي. المسألة المالية ممكن تحال، المسألة التقنية ممكن تحال، لوجستيكية ممكن تحال، لكن عندما يكون هناك ملف سياسي كما في كردستان مثلا في السؤال الخاص بكم، عندما يكون هناك ملف سياسي وهناك تفسيرات مختلفة، هنا تصبح صعوبة في إيجاد الحوار أو في إيجاد الحلول المناسبة لهذا الملف. أنا أتفق معك، هناك رؤى سياسية مختلفة في هذه القضايا. فما نستطيع نحن أن نعمله أولا في تخفيف، وأعتقد نعمل على ذلك بشكل جدي، في تخفيف حدة الحوار السياسي حتى نصل إلى مشتركات في تعريف مثلا. وجربنا مرات عديدة، لا يوجد أحد اليوم من حيث المبدأ يعترض على عودة الجميع إلى مناطق سكنهم، لا يوجد اعتراض نهائي من الجميع، لكن سياسيا يعترضون، يقولون مرات عديدة عاد البعض وكانوا سبب في التهاب المنطقة من جديد. يعني أكو ناس صار لهم سنوات في الخيام، صار لهم سنوات في هياكل، صار لهم سنوات يأجر في كردستان وما يقدر يدفع الإيجار. يعني إحنا دن نلمسها، يعني الموضوع طول. نعم إحنا مع جنابك أنه نفرز الجانب الأمني المسيء انطلعه، لكن مو سنوات يعني. نعم أنا أتفق معك، قلت أن الملف فيه جنب سياسي يجب أن نتحاور لحلها. عاد كثيرون، لا أحد يدعي إن لا أحد لم يعد، عاد كثيرون. طبعا. هذا ما نريده في كل مكان في العراق. نعم. مهما كان الاسم، جرف الصخر أو أي مكان آخر، نحن نريد هذا الأمر. لكن هذا الأمر لا يصدر بقرار من القائد العام فقط، هناك تدقيق أمني يحصل، أقدر أحيانا التدقيق الأمني يبالغ فيه، أقدر أحيانا التدقيق الأمني يشتغل سياسيا، صحيح ما أقول لا، لكن هذا كله بحاجة إلى حوار واتفاق بين أطراف مختلفة. وأكد النائب السابق عن حزام بغداد عبد الكريم عبطان أكد أن الجنبة السياسية في عودة النازحين إلى مناطقهم هي محاولة إحداث تغيير ديموغرافي في مناطق النزوح. وقال عبطان للشرقية نيوز أن حديث رئيس الوزراء عن وجود ضغوط سياسية تتعلق بملف عودة النازحين يمثل كارثة باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في البلد، داعيا إياه إلى كشف الجهات السياسية التي تمنع إعادة النازحين إلى مدنهم المحررة. كانت هناك جنبة سياسية بالموضوع فقال في عودة النازحين، فأعتقد في تقديري أنه هذا إحداث تغيير ديموغرافي في أحد المناطق النزوح أو في مناطق النزوح، في مثلا في حزام بغداد، في جرخ الصخر، في أماكن أخرى بالمناطق الغربية التي تعرضت إلى عمليات عسكرية وداعش الإرهابي، وهذه جريمة يحاسب عليها القانون. تكلم وبشكل صريح وواضح الدولة، رئيس الوزراء قال هناك قضايا سياسية لعدم عودة النازحين، وهذه مشكلة حقيقية في الأداء الحكومي. كان نحكي بصراحة وبوضوح، هناك مناطق تحررت منذ سنوات، صار 3 سنين أو 4 سنين ولم يعودوا النازحين إلى أهلهم. احنا خلينا نفترض أنه هناك 2، 3، 4، 5 من النازحين لديهم، أو خلينا نقول عندهم مشاكل قانونية. هذه المشاكل القانونية لا تعني أنه نحارب الشعب كامل. الجدل حول تعيين مفتشين بالهيئات يتصاعد، خبراء قانونيون يحذرون رئيس الوزراء من اغتصاب السلطة. لا
تصاعد الجدل القانوني حول تعيين رئيس الوزراء العراقي عددا من المفتشين العموميين في وزارات وهيئات غير حكومية في خطوة وصفها خبراء بأنها خرق للدستور يفسر في الفقه القانوني بأنه اغتصاب للسلطة. يقول خبراء قانونيون أن أمر سلطة الائتلاف رقم 57 لسنة 2004 يجيز تعيين مفتشين عموميين للوزارات حصرا ولا يجيز استحداث مكاتب مفتشين عموميين في غيرها من المؤسسات. يمنح الأمر ذاته بحسب الخبراء صلاحية لرئيس الحكومة بتعيين مفتشين عموميين بناء على ترشيح من النزاهة. تعرض الأسماء أو تعرض التي يختارها رئيس الحكومة على مجلس النواب للتصويت عليها بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، وهو ما لم يعمل به في التعيينات الأخيرة. يقول خبراء أن تعيين المفتشين العموميين من قبل رئيس الوزراء يسمى في الفقه القانوني باغتصاب السلطة. وحول هذا الموضوع انضم لنا الخبير القانوني السيد أمير الدعمي. أهلا بك سيد أمير. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، هو لماذا حتى الآن يعمل بقوانين من سلطة الائتلاف بعد عام 2003؟ نعم، تحية لك سيدي الكريم، وكل عام وأنتم والشعب العراقي بألف خير. يعني حقيقة لحد اليوم مجلس النواب في سبات تام على قرارات سلطة الائتلاف آنذاك لبريمر التي أطلقها بعد احتلال العراق في عام 2003. هذا القانون يعتبر لاغي أساساً المفروض بعد تصويت المجلس الشعب العراقي على الدستور لعام 2005، خصوصاً وأن كثير من قرارات بريمر اليوم تتعارض مع نصوص الدستور اللي تصوت عليها وآمن بها وإن كان لم يطلع عليها الشعب العراقي، لكن اليوم هو المعمول به الدستور العراقي هذا، وإن كان عليه الكثير من المآخذ، لكن كان يجب على مجلس النواب في دورات السابقة أن يأخذ بالتصويت على إلغاء مثل هكذا قرارات والمضي بما نص عليه الدستور. لكن للأسف بقى مجلس النواب والحكومات العراقية المتعاقبة على الأخذ والمسير بقرارات بريمر والتي يعمل بها لحد هذه اللحظة. ولكن سيد أمير، يعني بعد أن صوت البرلمان على مبدأ إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتقدم السيد عادل عبد المهدي باتجاه هذا الموضوع بتعيين وأيضا استحداث مكاتب مفتشين، يعتبر اغتصاب السلطة، كيف؟ نعم، يعني الحقيقة أنا أعتبر اليوم السيد عادل عبد المهدي ضرب الدستور بجميع نصوصه وضربه بعرض الحائط. على اعتبار اليوم أولا أساسا لا يوجد لمكاتب المفتشين العموميين أي نص دستوري، بل أناط الدستور مهمة مكافحة الفساد والرقابة على الوزارات والدوائر هي لهيئة النزاهة وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وقانون 49 لسنة 2017 أعطى يعني لهيئة النزاهة بمكاتب الادعاء العام أن تكون لها مكاتب داخل الوزارات بالمباشرة والمتابعة لهذه الوزارات. وهناك قانون أو قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وبالتالي السيد عادل عبد المهدي ضرب عرض الحائط كل هذه القرارات والدستور العراقي وذهب إلى استحداث وتعيين وإنشاء مكاتب للمفتشين العموميين، خصوصاً أن الدستور لم ينص على هذه المكاتب. ناهيك على أن الأمر الديواني هذا الأمر الديواني يعتبر حبر على ورق، على اعتبار أن الدستور العراقي في المادة 61 أعطى لصلاحية لمجلس النواب بالتصويت والاختصاص بالتصويت واختيار الأسماء المقترحة من الحكومة في الدرجات الخاصة. المفتشين العموميين اليوم درجات خاصة، وبالتالي لم يتم التصويت عليهم، خصوصاً أنه اليوم هناك قرار من حيث المبدأ انتهى من حيث بدأت الموازنة بإنهاء الدرجات الخاصة والوكالات من تاريخ 1/1/2019 وبعد إقرار الموازنة، وبالتالي اليوم مكاتب المفتشين العموميين هي مجرد يعني حبر على ورق ولا أساس لها من الدستور ولا حتى من القانون. طيب سيد أمير، يعني إذا كان الأمر هو مخالف للدستور فلماذا لا يذهب هؤلاء المعترضين إلى المحكمة ويتقدموا بطلب ويقولوا أنه هذا الأمر غير دستوري والمحكمة تبت بالأمر؟ بالمناسبة سبق وأن أقام أحد المفتشين العموميين دعوة أمام المحكمة الاتحادية بإعطاء صلاحيات والتحقيق الإداري والمعاقبة، وردت المحكمة الاتحادية على اعتبار ليس من صلاحيات واختصاص المفتش العمومي إجراء التحقيق الإداري أو حتى يعني المعاقبة، لأن هناك جهات مختصة مثل ما بينت حضرتك هي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب الادعاء العام في الوزارات. ومن حق اليوم مجلس النواب أي مواطن اليوم عراقي أن يذهب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بهذا الأمر الديواني على اعتبار لا أساس له من الدستور، خصوصا الدستور حدد من هي الجهات التي لها الحق بالمراقبة ومكافحة الفساد.
ولكن سيد أمير يعني قلت قبل قليل بأن المفتشون العموميون يحجمون عمل النزاهة، فكيف يمكن تفسير ذلك للرأي العام؟ يعني كيف يمكن أن يعملوا بالعكس وليس بطريقة تكميلية؟ يعني حقيقة هناك البعض وليس الكل تتقاطع مسؤولياتهم مع حتى الوزارات وليس هيئة النزاهة. اليوم تضارب الصلاحيات ويعني اشتداد هذه الأساسيات والصلاحيات لبعض المكاتب وبعض الإدارات هي التي أضاعت المال العام وأدت بالفساد أن ينتشر في الحكومة العراقية، لأن كل جهة تكون هي تقول أنا المسؤولة وأنا المسؤولة، وفي الأخير هي تتبرأ في نفسها عن هذا الفساد الذي يستشر اليوم في الدولة العراقية. المفتش العمومي قد يتقاطع مع هيئة النزاهة وقد يتقاطع مع الوزير، وقد يكون هناك مفتشين عموميين يتفقوا مع الوزارات كما حصلت في سرقات كثيرة للوزارات مثل التجارة وغير التجارة ووزارات أخرى كان باتفاق بين المفتش العام الذي أين كان دوره إذن إذا حصلت كل هذه السرقات وبين الوزير والتي تؤدي إلى حالة الفساد المستشري. بالتالي التقاطع بالصلاحيات ووجود كل هذه الأجهزة التي تعنى بمكافحة الفساد وهي حبر على ورق، وإلا أين ذهبت كل هذه الأموال، يعني هو الذي أدى إلى استشراء الفساد في الوزارات العراقية. بلا محكمة هل يستطيع مجلس النواب أن يصوت بالضد من هذه القرارات ثم تعتبر هي باطلة؟ بالتأكيد استنادا للصلاحيات وفق الدستور العراقي المادة 61 يحق لمجلس النواب الطعن بهذا القرار وعدم التصويت عليه، على اعتبار 61 يعني 61 باء والمادة 80 خامسا من الدستور العراقي أعطت لمجلس الوزراء الاقتراح على مجلس النواب بالتصويت على الدرجات الخاصة والمفتشين عموم درجات خاصة، وبالتالي لا يمضي الأمر الديواني إلا بالتصويت من خلال مجلس النواب، ومجلس النواب يستطيع أن يطعن بهذا الأمر الديواني ولا يصوت عليه. طيب يعني يستطيع أن يطعن، ولكن هل يستطيع العودة إلى ما صوت عليه مبدئيا والتصويت نهائيا في هذا الموضوع في حل هذه الإشكالية من خلال إلغاء المكاتب كليا، أم ربما يمكن لرئاسة الوزراء أن تقول كلمتها بعيدا عن البرلمان قانونيا نتحدث؟ لا يجوز ذلك أن يذهب بعيدا عن البرلمان وفق الدستور العراقي إلا إذا كان الحكومة رأي آخر بعيدا عن الدستور العراقي وعن البرلمان، وبالتالي اليوم يستطيع الارتكاز والاعتكاز على موضوع أنه سبق وأن صوت من حيث المبدأ أو قرأ القراءة الأولى لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين الذي اليوم هو معمول به، خصوصا أنه اليوم الدستور والميزانية العامة عندما أقرت حددت موعد للدرجات الخاصة والوكالات، وبالتالي مدد هذا الموعد وأيضا انتهى، وبالتالي وجود اليوم مفتشين عموميين هو اليوم خرق للدستور وخرق للقانون الذي صوت عليه مجلس النواب. إذا ما أردنا العودة إلى البداية، هل من المعقول رئيس الحكومة ليس لديه مستشارين قانونيين يقولون له أن هذا الأمر خطأ، هذا الأمر دستوري أم لا؟ كيف يصوت على إدراج مفتشين عموميين في هيئات أصلا هي مستقلة، القانون والدستور لا يجيز أن يعين فيها مفتش عام؟ أنا كذلك أستغرب، أين الدائرة القانونية لمجلس الوزراء إلى الأمان العام لمجلس الوزراء مثل هكذا قانون عندما كتب ووقع وأصدر، وبالتالي اليوم الدائرة القانونية في مجلس الوزراء في وادي آخر وقرارات مجلس الوزراء في وادي آخر. الخبير القانوني أمير الدعمي شكرا جزيلا لك. مع الشرقية لن يفوتك شيء، نظرة في هاتفك ترى العالم من حولك عبر تطبيقات الشرقية على iOS والأندرويد وعبر صفحاتها على فيسبوك وتويتر، معها تتلمس الأحداث وتقلبها بلمسة واحدة وتستعيدها متى شئت على موقعها الإلكتروني، معها تلف العالم لتعرف أولا فتعرف أكثر، فخطوة واحدة للوراء تمنحك خطوتين للأمام، لنكون معا دوما عبر البث المباشر. الصغيرة تدفع بعض الثمن في بعض الوقت، لكن العائلة الكبيرة أكيد تستاهل. العراقيون بين محتفل بالعيد ومنهمك بالاستعدادات، إلا رسل الصحافة والإعلام عيدهم مع العائلة الأكبر. دعا إمام وخطيب جامع الرزاق في مدينة سامراء بكر محمد شريف دعا إلى وحدة الصف العراقي والكشف عن مصير المغيبين والمفقودين، وشدد شريف على حرمة الدم العراقي
وطالب خلال خطبة عيد الأضحى المبارك بفتح المنطقة القديمة في سمراء المغلقة منذ أحداث عام 2006 وإلى رفع حظر التجوال عنها بشكل تام، كما دعا إلى تحديث سجل الناخب من أجل المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. لعل الفساد الذي يضرب في البلد هو لا يقل خطورة عن القتل، كيف يحارب هذا؟ كيف يمكن لمدينة مقدسة احتوت قبرين كريمين هما الإمام علي الهادي والحسن العسكري ولمأذنة شامخة لخلافة عصرية وهي للمتوكل، كيف تحارب أشخاصا يسرقون أموالها ويذبحون أبناءها؟ لا حل لنا إلا أن نذهب بآليات قانونية دستورية كفلها القانون لنا ولكم. وجهت خطبة وقلت لمجلس الوزراء ولمجلس النواب أن هنالك ملف معقد اسمه ملف المغيبين، للأسف لم تجاوب مديرية الوقف في سامراء حتى ولو بكتاب شفهي. لذا فإنني أوجه رسالة لمرجعية النجف ونقول من كان عليه أي دليل قضائي يثبت فالمحاكم المختصة هي الكفيلة، ومن هو بريء فحري بأبنائه وحري بزوجته أن يعيشوا بكنفه، لكون الأب والزوج والابن والزوجة والأم كلهم ينتظرون هذه الأيام. نطالب من مرجعية العراق أن تكون لها موقف باتجاه المناطق المحررة ويعاد النظر بها، كون هذه المناطق مناطق أهلكها الجوع وأهلكها الفقر وأهلكها كل شيء. يواظب قرابة 300 صحفي وإعلامي في البصرة على العمل خلال عطلة العيد، ما يجسد مقولة مهنة المتاعب بحسب صحفيين أكدوا صعوبة التواصل مع ذويهم خلال العيد الذي لا يعرف الإعلامي خلاله معنى العطلة. يقول صحفيون بصريون أن واجب العمل لا يقل قداسة عن واجب العائلة التي تعود أغلب أفرادها على التهنئة برسالة نصرية عبر مواقع التواصل. المزيد مع أيمن الشيخ. المسيرة التي لا بد لها أن تستمر مهنة المتاعب الصحافة، لا عيد يوقف عجلتها ولا عوائق تقف بوجهها، ليبذل الإعلاميون وقتهم لنشر رسالتهم. رسالته هو أن يوصلها للناس سواء كان نقل خبر أو حتى برسم البسمة على وجوه الناس. فشوف دائما الإعلاميين في كل الظروف هم متواجدين، في كل المناسبات هم متواجدين، ممكن الناس تكون هي مسرورة فرحانة طالعة مع عوائل، لكن الإعلامي تلقى موجود متواجد بمكان العمل. رسالة الإعلامي أولا وأخيرا هي خدمة مجتمعه في أحلق ظروفه في أصعب أوقاته، يفكر بمقابله وبمجتمعه قبل أن يفكر بنفسه. لا تنقطع صلة الإعلاميين بأحبتهم، عائلتهم، جمهورهم ومتعتهم بتواصلهم، يحرصون على نقل الأحداث مهما كانت الضريبة. من لحق أنه نعايد أهلنا وناسنا فالنا، فإحنا اليوم نتصل بيهم أول ما يصحون من النوم أو حتى الاتصال ما نقدر، نبعث لهم مسجات، فهذه مسؤولية كبيرة علينا اليوم. فيها جانب إيجابي مهم جدا اللي هو التواصل مع الجمهور، التواصل مع الناس اللي هم يشكلون العائلة الأكبر. صحيح ممكن أنه العائلة الصغيرة تدفع بعض الثمن ببعض الوقت، لكن العائلة الكبيرة أكيد تستاهل. وتحتضن البصرة أكثر من 100 مؤسسة إعلامية يعمل فيها نحو 300 إعلامي. كل عام وجميع العراقيين بألف خير. من البصرة أيمن الشيخ، الشرقية نيوز. إذن نبقى مع أيمن الشيخ ليحدثنا عن استعدادات المواطنين لأول أيام عيد الأضحى. أهلا بك أيمن. أهلا
نعم، عيد أضحى مبارك لجميع مشاهدي قناة الشرقية والشرقية نيوز. طبعا الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك هي حالها منذ عدة أيام، لا زالت المناطق التجارية تشهد ازدحاما للكثير من العوائل البصرية، بعضها تتبضع من أجل أيام عيد الأضحى المبارك، والأخرى تستعد لتحضير التجهيزات لحجاج بيت الله الحرام. أما بالنسبة للخطط الخدمية، الخطط الخدمية بالنسبة لدائرة البلديات في محافظة البصرة هي ذاتها في كل عام تقوم باستنفار جهدها بالقرب من المناطق التجارية والمناطق السياحية، وكذلك هي الحال بالنسبة للدوائر الصحية، قامت بتوجيه أو إصدار توجيهات لكوادرها. سيكون هنالك تواجد بنسبة 50% من الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفيات المحافظة، وكذلك أيضا هي نفسها بالنسبة للخطة الأمنية في كل عام بالنسبة للمناطق الترفيهية والمناطق التي تشهد ازدحاما كالمعتاد في كل مناسبة من أيام الأعياد في البصرة، ولكن هنالك تجديدات أمنية على السيطرات وخاصة السيطرات الخارجية التي تربط محافظة البصرة بالمحافظات الأخرى، وأيضا هنالك تجديد بالنسبة للسيطرات التي تربط مركز مدينة البصرة بالأقضية خاصة قضاء الزبير وقضاء أبي الخصيب. طبعا الحركة دائما ما تكون في البصرة هي خلال ساعات المساء. هنالك ملاحظة بالنسبة لأيام عيد الأضحى المبارك، الكثير من الشباب والعوائل البصرية تقدم على السفر إلى شمال البلاد وكذلك إلى الدول الأخرى خاصة الدول المجاورة من أجل السياحة. حدث بعض الإشكالات في موضوع الحجز، طبعا قبل تقريبا شهرين من الآن أعددنا تقرير وعرض في قناة الشرقية نيوز، تحدثنا خلاله عن وجود شركات وهمية، أكثر من 200 شركة وهمية في البصرة من شركات السياحة والسفر، يعني حصل الكثير من حالات الاحتيال على المسافرين ولم يحصلوا على حقوقهم. خلال يوم أمس واليوم الذي يسبقه تقريبا 350 يعني من تقدموا للحجز إلى إيران وحصلوا على الفيزا، يعني تفاجؤوا بأن تلك الشركة التي حجزوا منها هي شركة وهمية ولم يحصلوا على نتيجة لحد الآن، وجدوا جوازاتهم في المكتب الذي تركه أصحابه، وبقي المواطنون في حيرة من أمرهم. نعم. لم يختلف الوضع في السليمانية عن باقي مدن الإقليم التي أعلنت الاستنفار الخدمي والأمني لاستقبال قرابة 250,000 سائح من باقي محافظات العراق خلال عطلة العيد. أشاد زوار المحافظة بالإجراءات السلسة لدخول السليمانية عبر نقطة تفتيش طاسلوجة التي شهدت اكتظاظا غير مسبوق للزوار القاصدين مصايف شمالي العراق. المزيد في تقرير عثمان الشلش. هنا يقف الزائرون للحصول على إقامة دخول إلى السليمانية في إطار إجراءات أمنية متبعة في إقليم كردستان. سائحون أكدوا إنه على الرغم من ارتفاع أعدادهم وتحديدا عند سيطرة طاسلوجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن الإجراءات بقيت منظمة وسهلة. الإجراءات اللي قدمتها حكومة إقليم كردستان خصوصا في محافظة السليمانية إجراءات جيدة جدا، والتعامل مع السياح بشكل عام كان التعامل جيد وسلس، وطريقة الدخول أيضا طريقة سهلة وبسيطة. نقدم الشكر الجزيل لحكومة كردستان على تقديمها التسهيلات لكافة المواطنين من مناطق الوسط والجنوب. اعتبر اخوتنا الافراد احنا مجتمع واحد وشعب واحد، نتمنى ان شاء الله، وشفنا الحقيقه التجاوب السريع بالنسبه للمنتسبين للاجهزه الامنيه وتقديم التسهيلات لكافه المواطنين. السلطات المحليه في السليمانيه تلقت تعليمات مشدده من حكومه اقليم كردستان من اجل تقديم افضل الخدمات للسائحين،
جينا لاستقبال المسافرين جايين لمدينة الحلوة السليمانية، رحبوا بهم حتى نشوفهم شو محتاجين، نعطيهم كل التسهيلات حتى يواصلون للسليمانية بالسلامة، وبس داخل المدينة نرحبوا بهم باللجان حتى يستقبلوهم باستقبال جيدا. تنتظر كردستان نحو 200,000 سائح يصلون إليها خلال أيام العيد، ولاستقبال هذا العدد جهزت حكومة الإقليم حزمة إجراءات من بينها تشكيل لجان مراقبة أبرزها الصحة والمرور وقوى الأمن الداخلي. للشرقية نيوز عثمان الشلش السليمانية. انضم إلينا الآن عثمان الشلش مراسل الشرقية نيوز في أربيل، أهلا بك عثمان، كل عام وأنت بخير، صف لنا الأجواء عندك. نعم بداية أمين، كل عام وأنت بألف خير وكل المحتفلين بألف خير، ججني قربان بيروز بيت لكل المحتفلين من أهالي إقليم كردستان. طبعا بداية كما تعرف بأن مدينة أربيل وباقي مدن إقليم كردستان تحتفل في اليوم الأول بشكل مختلف بالعيد، بداية في ساعة الصباح الأولى يذهبون إلى المساجد نساء ورجال وأطفال، ومن ثم يذهبون لزيارة الأقارب في داخل المنازل، يبقون حتى ساعات المساء بينما تكون الشوارع مكتظة من قبل السائحين، ومن ثم اليوم الثاني يبدأ أهالي الإقليم بالخروج إلى المساحات المفتوحة، بالخروج إلى مدن الألعاب والحدائق وأيضا إلى الأماكن الخمسة خارج حدود مركز مدينة أربيل، الأماكن السياحية قلي علي بيق وغيرها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. بالنسبة لملف السائحين القادمين من المحافظات العراقية، ما زالت مدينة أربيل ومدينة السليمانية وكذلك دهوك تستقبل الآلاف من السائحين. أكبر عدد طبعا من السائحين هم وصلوا إلى مدينة أربيل خلال يعني اليومين الماضيين، وأيضا هذا اليوم هم فاقوا 25,000 في كل يوم، وينتظر أن يصل 200,000 شخص خلال هذه الأيام. إذن عثمان أعداد هائلة من السائحين يودون قضاء العيد في الأقليم، هل هنالك من إجراء حكومي أو حتى أمني في الشوارع؟ نعم بداية الخطة تم تنفيذها من قبل وزارة الداخلية في إقليم كردستان بتوجيه من رئاسة الوزراء ورئاسة الإقليم. الخطة التي تم الاتفاق عليها هو تشكيل عدة لجان، لجان أمنية، لجان تخص المرور، لجان تخص الفنادق، لجان تخص استقبال السائحين. هذه اللجان تقوم بأعمالها من خلال المتابعة والتدقيق وأيضا تقديم المساعدة بشكل عام. داخل مدينة أربيل لم تنزل هنالك سيطرات أو حواجز تفتيش في هذه اللحظات أو هذا اليوم إلى الشارع، ولكن بالتأكيد خارج مدينة أربيل والمناطق السياحية هنالك سيطرات للمرور، هنالك حواجز طبعا للمرور وأيضا لقوات الشرطة والأسايش تقدم المساعدة الأمنية والتدخل في حال احتاج الأمر، ولكن بكل تأكيد حتى هذه اللحظة لم يكن الأمر بحاجة لتدخل قوى أمنية. لكن بشكل عام في الشارع لا يمكن مشاهدة أي مظاهر أمنية، وهذه نقطة إيجابية تعطي للسائح كم أكبر من الحرية في التنقل والشعور بالأمان والاستقرار. بالتأكيد هنالك جميع الأماكن هي مفتوحة، جميع الأماكن السياحية تكون الدخول إليها مجاني، باستثناء طبعا هنالك بعض المناطق التي يكون فيها الدخول مثل مدن الألعاب أو المولات التجارية. المولات التجارية مجانية، ولكن بالتأكيد المطاعم وغيرها تكون هنالك مقابل مادي بسيط للدخول إلى هذه الأماكن. وبكل تأكيد الحكومة المحلية وضعت أرقام للطوارئ للاتصال من قبل السائحين، وستتم الإجابة عليهم باللغة العربية وأيضا مساعدتهم في أي أمر يحتاجونه هنا في داخل مدينة أربيل أو المدن الأخرى في إقليم كردستان. طيب عثمان، كثافة السياح أين، في أربيل، في السليمانية، في دهوك، أم هي موزعة؟ نعم بكل تأكيد الكثافة السكانية تركزت في أربيل باعتبارها عاصمة إقليم كردستان وأكثر مكان تتواجد فيه مناطق سياحية قريبة وأيضا فيه مدن ألعاب ومولات في داخل المركز. هنالك أعداد كبيرة أيضا من السائحين في محافظة السليمانية، لكن العدد الأكبر هو في مدينة أربيل. في يوم أمس وصل أكثر من 25,000 شخص إلى مدينة أربيل، واليوم العدد فاق هذا الرقم، وهنالك دخول مستمر حتى الساعة 11:30
تبقى السيطرات مفتوحة، ويتوقع أيضا يوم غد أن تكون هنالك أعداد كبيرة من السائحين القادمين بشكل فردي أو بداخل مجموعات سياحية. المجموعات السياحية التي تصل من بغداد وجنوب العراق حجزت العديد من الفنادق في اليوم الأول واليوم الثاني وحتى اليوم الثالث من العيد، لذلك يعني دخول السائحين بشكل مستمر. طبعا هنالك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، أن هيئة السياحة في إقليم كردستان خصصت مبالغ يعني تقديم المياه في داخل حواجز التفتيش، مياه باردة للسائحين وأيضا الوقوف مع السائح. أنت تعرف بأن الاختلاف اللغة قد يحتاج إلى مترجمين، هنالك أيضا أشخاص يقدمون الترجمة لصالح السائحين لغرض تسهيل مهمتهم، وهنالك سرعة أيضا في إدخال السائحين، يعني يحتاج السائح من نصف ساعة إلى 45 دقيقة للدخول بعد الإجراءات الأمنية الطبيعية والروتينية في حواجز التفتيش في مداخل أربيل وباقي مدن الإقليم. نعم. نعم، مراسل الشرقية نيوز في أربيل عثمان الشلة، شكرا جزيلا لك. وزير الداخلية ياسين الياسري بإعادة نحو 13,000 منتسب من المفصولين إلى ملاك شرطة نينوى. وقال الياسري خلال زيارته إلى محافظة نينوى: أنجزنا ملف إعادة المفصولين من ملاك شرطة نينوى، وستتم إعادة ما يقارب 13,252 منتسبا من أهل نينوى إلى الخدمة، وأن الأمر سيصدر بعد عيد الأضحى مباشرة. حقيقة احنا جئنا الى محافظة نينوى ومدينة الموصل لنقل تحيات وتبريكات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الى اهالي محافظة نينوى بهذا بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وايضا جئنا للاطلاع على الواقع الامني في المحافظة ومدى استعداد مديرية شرطة محافظة نينوى والاجهزة الامنية الاخرى لتقديم الخدمات المناسبة الى ابناء مدينة الموصل. الخدمات الأمنية والخدمات الأخرى المتعلقة بنشاطات دوائر وزارة الداخلية كالمرور والجنسية ومراكز الشرطة والدفاع المدني، واطلعنا الحقيقة على حاجات واحتياجات دوائر قوى الأمن الداخلي، ومن خلالكم في أحب أن أعلن أنه إحنا أنجزنا ملف إعادة المفصولين، و سوف يتم إعادة ما يقرب من 13,252 منتسب من أهالي محافظة نينوى إلى الخدمة، وسوف يصدر الأمر إن شاء الله بعد العيد مباشرة. أعلن الفريق محمد البيات السكرتير العسكري لرئيس الوزراء العراقي فتح شارع المطار أمام المسافرين بشكل مباشر 7 ساعات يوميا من 6 مساء إلى 1 صباحا كمرحلة أولى تمهيدا لفتح الشارع بشكل دائم. البيات أضاف في تصريح للشرقية نيوز أن مركبة المسافر ستنقله من باب المنزل إلى باب صالة المطار دون أن يترجل، مشيرا إلى تهيئة مساحات وفضاءات لوزارة النقل لترتيب إجراءات النقل العام للمطار. رفعنا سيطرة الحارثية وأم الطبول جعلناها مرابطة، وبدأ الجهد الفني الاختصاصي من ساحة عباس بن فرناس وصولا إلى القرية الفرنسية. رفعنا 730 كتلة كونكريتية، رجعنا للمكان هيبته، وأعطينا ساحة كبيرة لوزارة النقل يمكن لمستقبل الأيام أن تستخدم هذه المنطقة ضمن استخداماتها الخاصة بالوزارة، وجعلنا كثير من العجلات العسكرية والعجلات المدنية التي تدخل إلى شارع المطار يغير مجرى دخولها من شارع المطار على مطار أبو غريب. هيئنا باب 4، والكل متعاون والكل متفق من يوم غد ستكون هنالك السابلة المرورية على شارع المطار قليلة جدا، والموظف داخل المطار سيصل ضمن التوقيت المحدد بدون عوائق. رفعنا كثير من الكتل الكونكريتية وسنرفع الكثير بعد، هيئنا الساحات وكثير من الفضاءات موجودة، وتعتمد على الجهة التي ستستثمر هذه الفضاءات. من اليوم فصاعدا لا ازدحام مروري على شارع المطار، الموظف سيصل إلى ساحة المطار ضمن التوقيت، يدخل إلى دائرته. توقيتات فتح المطار تدريجيا كما فعلناها في الخضراء سنفعلها في شارع المطار،
من الساعة 6 مساء ولغاية 1 ليلا. المسافر يخرج من بيته بتذكرة السفر وبسنوية العجلة المصاحبة له بنفس آلية التفتيش. لا يحتاج المواطن أن يترجل ويأخذ عجلة أخرى. السيارة التي ستستقدم من البيت توصل إلى صالة المطار، ومن ترك في صالة المطار تذهب خروجا. هذه مرحلة أولى نقول للمواطن نعم عانيت وانتظرت كثيرا، انتظر علينا هذه المرحلة الأولى، وستليها مراحل أخرى قادمة ستجعل الانسيابية على شارع المطار أكثر سهولة. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى وسط انسيابية عالية في تفويج ضيوف الرحمن. إذن ينضم معنا مراسلنا أو مفدنا إلى الديار المقدسة مصطفى حامد. مصطفى أهلا بك معنا. بعد الإعلان عن عدد الحجيج ما يقارب 2.5 مليون من الحجاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة، كيف كانت الانسيابية اليوم على جسر الجمرات؟ نعم نوار، كل عام وأنتم بألف خير. الانسيابية اليوم عالية جدا برمي العقبة الكبرى من خلال الطوابق الخمسة المتوفرة لدى الجمرات في مشعر منى. أيضا هنا كانت انسيابية عالية بتوافد حجاج بيت الله الحرام من مزدلفة إلى مشعر منى. كانت هناك خطط مرورية تنظيمية مميزة جدا هذا العام، خصوصا وأن قطار المشاعر قد ساند الباصات الوافدة إلى مشعر منى. كما تشاهدون من خلفي حتى هذه اللحظة حجاج بيت الله الحرام بدأ برمي، لا يزالون عفوا برمي العقبة الكبرى. منهم من لا يستطيع القدوم في أوقات الصباح خصوصا من كبار السن والعجزة. الانسيابية التي تحدثت عنها قبل قليل هي دخول حجاج بيت الله الحرام من قبل خطط معدة من قبل الأمن السعودي وأيضا دوائر المرور هنا في المملكة العربية السعودية، أيضا للوقوف وأيضا للقرب من حاجات حجاج بيت الله الحرام. كان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تواجد هنا صباح هذا اليوم في مشعر منى للاطلاع عن قرب عن أوضاع حجاج بيت الله الحرام. أيضا ما ميز هذا العام، ما ميز موسم حج هذا العام هو طلاء الشوارع هنا في المشاعر المقدسة بمادة تمتص من درجات الحرارة لتخفف درجات الحرارة بنسب كبيرة جدا في أوقات الظهيرة. أيضا كانت هناك سحب وغيوم وأمطار خفيفة، ليس كأمطار عرفات يوم أمس، ولكن لله الحمد كان هناك طقس معتدل جدا أو يمتاز بنوع ما بالبرودة. لله الحمد الأوضاع جرت بشكل مميز هذا العام انسيابية. وزارة الصحة لحد هذه اللحظة لا أعلنت عن عدم وجود أي حالة وفاة بموسم الحج، وأيضا لا توجد هناك أي أمر بموسم الحج عفوا منذ بدء المناسك يوم التروية ويوم عرفات. أيضا أكدت وزارة الصحة عدم انتشار الأمراض الوبائية بين حجاج بيت الله الحرام. وزارة نعم الأحصاء مصطفى لو سمحت لي حدثني عن أعداد الحجاج التسهيلات المقدمة من قبل المليون بعثة الحج العراقية. نعم إلى الحجيج العراقيين. نعم، بعثة الحج العراقية هذا العام هي تسكن ببداية منطقة منى قريبة من جسر الجمرات، وفرت باصات لكل الحجاج العراقيين للوفود من منطقة مزدلفة إلى هنا. أيضا مناطق أو خيام سكنهم هنا في مشعر منى خيام مميزة مجهزة بالتبريد الأطعمة. بالحقيقة هيئة الحج العراقي هذا العام قد نجحت بشكل كبير جدا بتوفير الراحة التامة لحجاج بيت الله الحرام. أيضا كانت هناك فرق طبية عراقية كثيرة مرافقة لحجاج بيت الله الحرام من العراق.
العراقيين، النقل دائرة النقل في هيئة الحج والعمرة أيضا كانت مميزة وكانت مثابرة قبل يوم التروية أو يوم السابع من ذو الحجة. كانت باصات النقل هي جاهزة ومركونة كلها أمام الأبراج والفنادق. من ودى الذهاب إلى التروية جاء هنا إلى منى ومن ثم انتقل إلى عرفات، ومن لم يعد ذهب من يوم ليلة الثامن على التاسع من ذو الحجة إلى عرفات من خروجه من الفندق. حتى هذه اللحظة أمين الأوضاع لحجاج بيت الله الحرام يعني مميزة جدا، وقد أكرمهم الله هي باعتدال الجو، يعني الجو هذا العام يعني كما تشاهدون قد يبدو من خلفي يعني الريح لله الحمد يعني رياح عالية، وأيضا هناك خدمات حقيقية وقرب المسؤولين من خصوصا المملكة العربية السعودية. نعم، ماذا عن التدابير الأمنية؟ نعم نوار، التدابير الأمنية قبل عدة أيام قد نقلنا من خلال الشرقية نيوز وتواجدنا هنا الاجتماعات الأمنية للأمن العام ووزارة الداخلية، أيضا الفرق الدوائر الخدمية من الدفاع المدني والصحة التي كانت تتواجد في مركز 911 الأمني، مركز العمليات الموحدة. نقلنا خطة المملكة العربية السعودية لإنجاح الأمن في هذا العام. نعم، الحكومة السعودية أعلنت صباح هذا اليوم نجاح الخطة الأمنية بشكل كامل ولله الحمد بتأمين الحماية للحجاج. أسلفت يوم أمس وقبل الأمس بانتشار واضح وكبير جدا لقوات الأمن العام، لقوات وزارة الحج السعودية، للدفاع المدني، للمرور. انتشار كان مميز جدا هذا العام. هناك خطط تنظيمية أكثر من 15,000 كاميرا منتشرة في مكة المكرمة، في المشاعر المقدسة، في الشوارع العامة، كلها ساهمت وساعدت في إيصال المعلومة للقوات الأمنية. الحمد لله لم يحصل أي خروقات أمنية، ولكن الخروقات التي كانت موجودة هي مكاتب وهمية للحج والعمرة. تحدث العميد سامي المتحدث باسم الأمن العام السعودي عن إغلاق أكثر من 250 مركز وهمي كان قد يرم بمساومة الحجاج أو النصر على عدد من الحجاج. تحدث الأمن السعودي عن إغلاق هذه المراكز بالكامل وإحالة أصحابها إلى الجهات القانونية المختصة. الأمن بصورة عامة في المملكة العربية السعودية هو مميز هذا العام، انتشار واسع منظم، حتى العساكر هم لم يقوموا بدورهم أعود إلى يساعدون الحجاج من خلال رش الماء فوق رؤوس الحجاج القادمين. هل تم ترتيب أمور عودة الحجاج العراقيين حتى لا تحدث مشاكل في الطيران أو حتى مشاكل في عودة حجاج البر؟ في كل عام تحصل هناك مشاكل تأخير في رحلات الطيران وإلى آخره، هل توجد تدابير من قبل بعثة الحج والمتعهدين القائمين على هذا الأمر لتلافي هذه المشاكل قبل انتهاء المشاعر؟ نعم أمين، بالنسبة لعودة الحجاج العراقيين كما تحدثت هيئة الحج والعمرة قبل أيام من خلال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن الكناني عن بدء تفويج الحجاج بعد العيد بيوم واحد. ستنطلق الطائرة الأولى متوجهة من مطار جدة إلى مطار بغداد ومن ثم المطارات الأخرى تبعا. هيئة الحج العراقية تتحدث عن إمكانية إنجاح خطوط نقل العودة هذا العام، خصوصا مع التركيز على منفذ عرعر الحدودي القادم منه. قرابة نصف حجاج العراقيين أو أقل 25,000 حاج قدم من منفذ عرعر الحدودي. وحتى لا أنسى كان تصريح لمحافظ الأنبار اليوم وردني هو استعداد منفذ عرعر الحدودي من الآن لاستقبال الحجاج القادمين من المملكة العربية السعودية إلى العراق عبر المنفذ. حكومة الأنبار تعلن جاهزيتها الكاملة كما وردتني رسالة من محافظ الأنبار. أيضا أن خطوط النقل من المملكة العربية السعودية هيئة الحج والعمرة تواشر بعد يوم واحد من العيد بعد يوم واحد من انتهاء أيام العيد بتفويج الحجاج من مطار جدة إلى مطار بغداد، هي أول رحلة قد تكون، ومن ثم بعدها يبدأ التنظيم. وإن شاء الله سنوافيكم بخطط وزارة أو هيئة الحج والعمرة العراقية الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام من
المملكة إلى العراق. عم كنت معنا مباشرة من الديار المقدسة مفدى الشرقية مصطفى الحامد، شكرا جزيلا. نحن ورثنا دولة تمكينية، دولة تمكين حزبي، حزب المؤتمر الوطني هو متحكم في كل مفاصل الدولة وترك وراءه ما يسمى بالدولة العميقة. ورثنا من البشير دولة عميقة قائمة على الفساد، يقول القيادي في قوى التغيير عمر الدقير، وينفي إصلاح النظام بطرق انتقامية. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين في صبيحة عيد الأضحى. قال القيادي في قرى أو قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، قال إن النظام السياسي في السودان ورث من حزب المؤتمر الحاكم دولة عميقة متغلغلة في الدوائر، كانت قائمة على الولاء لحزب واحد مقابل السكوت على الفساد والمحسوبية. الدقير أضاف في حوار أجرته مفادة شرقية نيوز جدي عثمان أن النظام الجديد يسعى إلى إعادة التوازن للمؤسسات عبر اعتماد الكفاءات بدل الولاءات، ودون أن يكون للعملية أي صيغة انتقامية. نحن ورثنا دولة تمكينية، دولة تمكين حزبي، الحزب المؤتمر الوطني هو متحكم في كل مفاصل الدولة وترك وراءه ما يسمى بالدولة العميقة. فلا بد من تفكيك ركائز هذا النظام. إذن كيف ستفكك هذه الدولة العميقة كما ذكرت إنها تغلغلت في أوصال المجتمع السوداني وفي كل المرافق أيضا، وأنهكت الدولة كذلك؟ كيف ستتم توزيع الفرص بطريقة عادلة، الفرص العملية التعليمية، كل الفرص التي تساعد في نهضة البلاد؟ المطروح هو أن نعيد التوازن لمؤسسات الدولة، حيث دارينا نقول من دولة الحزب إلى دولة كل الشعب. العملية دي حتتم وفق القانون، وإنه يعني الفرص تكون متاحة للجميع في القطاع الخاص وفي القطاع العام، ويكون معيار الاختيار لتولي الوظيفة العامة في الخدمة المدنية مثلا بشقيها الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري هو الكفاءة والتأهيل وليس الولاء والمحسوبية والطاعة العمياء. هي عملية حتكون طويلة شوية وشاقة، سنعمد إلى 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 إنفاذها بكل روح المسؤولية وبالقانون، وفي نفس الوقت نحن يعني هي لن تكون عملية انتقامية مثلا، مش انتقام، لن ننتزع الحقوق من الذين استولوا عليها بغير وجه حق عشان نعيد للجميع. في ناس أخذوا امتيازات سواء كان وظائف أي في أي فضاء من فضاءات الواقع، تم السيطرة تماما بغير وجه حق. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى في القدس صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتجمع عشرات الآلاف من المصلين. وقعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين في حرم المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة 14 فلسطينيا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج حسب ما أعلنت خدمة الإسعاف الفلسطينية. واتهمت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بإثارة التوتر الديني والسياسي، وقالت أن اقتحام قوات الاحتلال لحرم المسجد الأقصى في العيد يمثل عملا طائشا وعدوانيا. وتوافد آلاف من المصلين على المسجد الأقصى في القدس لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، كما أقيمت صلاة العيد في قطاع غزة وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث بارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس حشود المحتفلين وتعهد بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. وقال عباس إن الفلسطينيين صامدون وصابرون ولن يسمحوا لأحد بأن يخرجهم من أرضهم. صامدون صابرون مرابطون في أرضنا، لن نسمح لأحد أن يخرجنا منها، ولن نسمح لأحد أن يحتل مكاننا، ولا نسمح لأحد أن يأخذ حقوقنا أو يهضم هذه الحقوق. سنبقى هنا لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مهما طال الزمن، والسلام عليكم.
ويمثل عيد الأضحى في أفغانستان مناسبة للفرح والبهجة النادرة في حياة المواطنين، إذ ينسون فيها آلامهم ومشاكلهم. ومع تعدد القوميات والإثنيات المتعايشة بأفغانستان تختلف التقاليد وطقوس العيد من مكان لآخر، ففي القرى والأرياف تبدو هذه العادات تقل تعقيدا وتتميز بالبساطة، لكنها محكمة بضوابط اجتماعية يسعى الجميع لتطبيقها كلا حسب طاقته وإمكاناته. وحضر الرئيس الأفغاني أشرف غني صلاة عيد الأضحى في القصر الرئاسي، داعيا إلى أن يعم الأمن والسلام هذه البلاد التي مزقتها الحروب. هذا واحتفل المسلمون في أندلسيا الأحد بعيد الأضحى المبارك بنحر الأضاحي وتبادل التهاني بهذه المناسبة. ومع حلول عيد الأضحى يعود ملايين الأندلسيين إلى مسقط رأسهم في الريف أو المدن للاحتفال بأجواء العيد، حيث يغادر نصف سكان جاكرتا المقدر عددهم بنحو 15 مليون نسمة، وهي عاصمة أكبر بلد مسلم في العالم في سياق موجة النزوح المعروفة محليا باسم موديك. ويتهافت المسافرون لإيجاد موطئ قدم لهم على متن أحد القطارات المتجهة إلى دكا عاصمة بنغلاديش بهدف قضاء أول أيام عيد الأضحى إلى جانب عائلاتهم. وفي مطر قد لا يبدو مألوفا عند البعض، فإن الآلاف من الأشخاص يتسلقون على ظهر القطارات في محاولات يائسة للعودة إلى منازلهم لقضاء إجازة عيد الأضحى. يذكر أن الدول الإسلامية ومنها بنغلاديش تحتفل اليوم بعيد الأضحى وأداء مناسك الحج. الجيش السوري سيطرته على بلدة ذات أهمية استراتيجية في مدينة إدلب التي تصل آخر معاقل المعارضة المسلحة في البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري انتزع السيطرة على بلدة الهبيض ذات الأهمية الاستراتيجية، الأمر الذي يمثل أهم تقدم للجيش في محافظة إدلب منذ بداية هجومه قبل 3 أشهر، كونها البوابة المؤدية إلى ريف إدلب الجنوبي وإلى طريق السريع الرئيسي بين دمشق وحلب ومدينة خان شيخون. وأدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى برفقة رئيس الوزراء عماد خميس والمفتي العام بدر الدين حسون. وصل الأسد في رحاب مسجد الأفرم وسط العاصمة السورية دمشق إلى جانب عدد من المواطنين ورجال الدين ومسؤولين حكوميين وعسكريين. في شأن آخر، شن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن غارات استهدفت موقع للانفصاليين الجنوبيين غداة سيطرتهم على القصر الرئاسي في عدن. أدعى التحالف العربي المجلس الانتقالي الجنوبي الساعي لاستقلال جنوب اليمن للانسحاب الفوري والكامل من المواقع التي استولى عليها بالقوة. وقال في بيان أن هذه العملية هي الأولى وسيليها عملية أخرى في حال عدم التقيد، ببيان قوات التحالف الذي دعا إلى وقف لإطلاق النار في عدن. سيطر الانفصاليون الذين يقاتلون الاستقلال جنوب اليمن السبت على القصر الرئاسي الفارغ في عدن، بينما نددت الحكومة اليمنية بما وصفته بالانقلاب. في الشن الليبي قتل 3 من موظفي الأمم المتحدة وأصيب 3 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي شرق ليبيا. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في بيان أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أدان الهجوم. من جانبها قالت مساعدة الأمين العام في إدارة حفظ السلام في توكيتا أن الأمم المتحدة لا تعتزم إجلاء موظفيها من ليبيا. وجاء الهجوم بينما تحاول الأمم المتحدة التوسط في هدنة في العاصمة طرابلس. you
أعلنت الشرطة النرويجية أنها ستتعامل مع إطلاق نار وقع سب داخل مسجد قرب العاصمة أوسلو بوصف محاولة هجوم إرهابي. وقال مسؤولون في شرطة أوسلو أن المعطيات التي تم جمعها تظهر أن منفذ الهجوم الذي أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة كانت لديه توجهات متطرفة ومواقف معادية للأجانب وأراد أن ينشر الرعب. ختام الحصاد، تصبحون على خير. إلى اللقاء.